بشعار فض الشراكة في جدول الترتيب والابتعاد عن المنطقة الحمراء، استقبل أولمبي شلف ضيفه اتحاد بسكرة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بعد النتائج السلبية للفريقين في المباريات الأخيرة. أول فرصة للشلفاوة كانت في الدقيقة 11 بالجلالي يوزع ورأسية بوغطايا تمر جانبية. بعدها بدقيقتين بنزازا يوزع ناحية لاكور الذي يضيع وجها لوجه مع الحارس بن شريف. محاولات أشبال المدرب مزيان إغيل توالت طوال النصف ساعة الأولى على غرار تسديدة بالجلالي في الدقيقة 20 التي مرت فوق المرمى. نفس اللاعب بعد 3 دقائق يستقبل تمريرة من بنزازا ويسدد، لكن بن شريف ببراعة يصد الكرة. الدقيقة 25 بوغطايا يضيع وجها لوجه مع بن شريف ثم يسترجع الكرة ويمرر ناحية بنزازا تسديدة هذا الأخير فوق المرمى. لتثمر محاولات المحليين في الدقيقة 30 بالجلالي ناحية بوغطايا الذي يوزع ومريلي بتسديدة يسكنها الشباك مفتتحا مجال التهديف للأولمبي. رد أبناء الزبان جاء في الدقيقة 34 بمخالفة من يدروج تمر جانبية، ثم في الدقيقة 45 حراري يوزع والحارس بن حمادة ببراعة يبعد الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أولمبي شلف بهدف دون رد. الشوط الثاني على غرار سابقه، العناصر الشلفاوية كانت أخطر وكادت أن تضاعف النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق لاكور الذي ضيع وجها لوجه، ثم رأسية بالجلالي في الدقيقة 56 التي مرت جانبية، شأنها شأن تسديدة البديل طاهر فتح الله في الدقيقة 73، مقابل بعض المحاولات المحتشمة لاتحاد بسكرة لم تشكل خطورة على مرمى بن حمادة، لينتهي اللقاء بفوز أولمبي شلف بهدف دون رد و3 نقاط ترفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.